والآن أترك للطالب أن يقدم رسالته بكلمة موجزة، فليبدأ بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن علم الحديث الشريف من أجل العلوم قدرا وأعظمها شأنا، لذا قل به العلماء في كل عصر عناية تامة، وكانت المدونات المسندة على اختلاف تصنيفها من الصياغ والصنم والمسانيد والمعاجم وغيرها، ثم بعد ذلك بعض المصنفات غير المسندة سواء في الحديث أو غيره من فنون العلم ككتب الفروع الفقهية ونحوها، فكانت في حاجة إلى تخريج أحاديثها وبيان درجتها ونحو ذلك. ومن تلك الكتب كتاب الهداية للذم الغناني رحمه الله، فقد احتوى على جملة من الأحاديث والآثار التي استدل بهذا الكتاب وبنى عليه كثير من المسائل الفقهية. وتميز الكتاب بحسن التنسيق وجمع المادة الفقهية للمذهب الحنفي وانتشاره في كثير من بلاد المسلمين وشروعه بين الناس، فقد كان في حاجة إلى من يخرج أحاديثه ويبين صحيحها من ضعيفها، فانبرى لذلك الحافظ الزيعي رحمه الله، فخرج وبين تلك الأحاديث والآثار في كتاب سماه النص والراية. وبذلك قد قدم الزيلعي خدمة كبيرة للكتاب، بل قدم خدمة جليلة للسنة النبوية المطهرة وللمشتغلين بها من طلبة العلم والباحثين، لأن هذا الفن والتخريج من أهم علوم الحديث. ثم جاء الحافظ ابن حجر رحمه الله فاختصر كتاب الزيلعي ولخصه تلخيصا حسنا مبينا غير مخيل من مقاصد الأصل إلا ببعض ما قد يستغنى عنه سماه دراية في تخريج حديث الهداية. ولأهمية هذا الكتاب وحاجته إلى تحقيق وفق دراسة علمية، فقد أحببت أن أقدم فيه رسالة علمية من نيل درجة عالمية الماجستير في كلية الحديث الشريف قسم علوم الحديث بتحقيق جزء من كتاب ذلك من أول باب وجوب الإحرام أو وجوب الإحرام من كتاب الحج إلى أول باب استحقاق باب السلم من كتاب البيع دراسة وتحقيقا، وقد اشتمل على 60 نوحة. أهمية الموضوع وسبب اختيار له: أولا، أهمية فن التخريج عموما باعتباره تطبيقا عمليا لجميع أنواع الحديث. ثانيا، شيوع كتاب الهداية في بعض الأوساط الأهمية مع ما فيه من أحاديث ضعيفة مواهية. ثالثا، نفاسة مكانة كتاب الهداية في بابه، حيث حاول جهود الحافظ الزيعي مضافا إليه جهود الحافظ ابن حجر. رابعا، كتاب الدراية تخريج مختصر سهل الفهم لكل مشتغل بالحديث ليحتاج إلى مزيد من العناية العلمية. خامسا، مكانة الحافظ ابن حجر الرفيعي في علم الحديث وخصوصا في فن التخريج. سادسا، الدراسات السابقة، نشر الكتاب في طبعة قديمة بدار المعرفة بيروت عام 1384 للهجرة، عمل عليه السيد عبد الله هاشم اليماني، إلا أن هذه الطبعة لم تعني بخدمة علمية كبيرة، بل عليها عدة مؤاخرات منها وهي مذكورة في الخطة. حفاظا على الوقت أتجاوز ذكرها. قال: خطة البحث. وقد قسمت البحث إلى مقدمة وفصلين. المقدمة تشتمل على أهمية الموضوع وسبب اختياره، الدراسات السابقة، خطة البحث، منهج التحقيق. القسم الأول الدراسي فيه فصلان: الفصل الأول ترجمة موجز من الحافظ بن حجر، وفيه 9 مباحث. المبحث الأول اسمه هو نسب، والمبحث الثاني موجز، والمبحث الثالث حياته العلمية وحياته، المبحث الرابع شيوخ، والمبحث الخامس تلاميذه، والمبحث السادس عقيدته ومذهبه، المبحث السابع منزلته العلمية وثناء العلماء عليه، المبحث الثامن مؤلفاته، المبحث التاسع وفاته، الفصل الثاني كتاب دراية في تخريج حديث الهداية، وفيه 8 مباحث. المبحث الأول اسم الكتاب، المبحث الثاني توثيق نسبة الكتاب إلى الحافظ بن حجر، المبحث الثالث موضوع الكتاب وأهميته في بابه، المبحث الرابع منهج الحافظ بن حجر من خلال القسم المحقق، المبحث الخامس مصادره في القسم المحقق، المبحث السادس منزلة الكتاب وإضافاته العلمية، المبحث السابع المقارنة بين كتاب تلخيص الحبيب ودراية في القسم المحقق، المبحث الثامن وصف النسخ الخطية الكتاب ونماذج منها. القسم الثاني النص المحقق من حديث القراني الرخصة في باب الإحرام إلى بداية استحقاق باب السلم من كتاب البيوع.
ثبت المصادر والمراجع الفهرس العلمية وتشتمل على فحص الآيات القرآنية الكريمة، فحص الأحاديث، فحص الآثار، فحص الرواة المترجم لهم، فحص الأعلام، فحص أسماء الكتب الواردة في النص، فحص الألفاظ الغريبة، فحص الأماكن والبلدان، فحص النبوات. المنهج في تحقيق الكتاب، الناس من قبل المراد تحقيقه من مخطوطة الأصل ثم مقابلته على النسخة الأخرى مع الالتزام بعلامات التقييم وضبط ما يحتاج إلى ضبط. كتابة الآيات القرآنية بالرسم العثماني مع بيان سورها وأرقامها. عزو الأحاديث والآثار التي يذكر الحافظ إلى مصادرها بذكر الكتاب والبيان بالجزء وصفته ورقم الحديث. إذا كان الحديث في صحيحين واحدهما فيكتفى عند تخريجه بذكر صاحب الصحابي والإشارة إلى رواياته وألفاظه. إذا لم يكن الحديث في صحيحين واحدهما أجمع طرقه وأقوم في دراستها وبيان حكم الحديث وفق منهج المحدثين. إذا ذكر الحافظ لفظ الحديث من كتاب كصحيح البخاري فأعزوه إلى الموضع الذي فيه اللفظ الذي ذكره. أما إذا عزاه دون لفظ معين فإني أقوم بعزله إلى الموضع المناسب من الكتاب، وذلك فيما لو تكرر الحديث في ذلك المصدر. ترتيب مخرج الحديث من غير أصحاب الكتب الستة على حسب وفياتهم، وترجم لرجال الإسناد على نحو تالي: إن كان من رجال التقريب اقتصرت في التعريف به علامة التقريب إلا إذا كان مختلفا فيه، ولمعرفة هذه أثر في الحكم على الحديث فإني أذكر الخلاف فيه عند دراسة الإسناد وأراجع وفق قواعد جرح التعديل. إذا لم يكن من رجال التقريب أترجم له من كتب الرجال الأخرى بما يبين حاله: ضبط الكلمات المشكلة وشرح الألفاظ الغريبة، التعريف بالأماكن والبلدان الواردة في النص غير المنشورة، توثيق النصوص من مصادرها، التعليق على ما يحتاج إلى تعليق. الشكر والتقدير. الحمد لله وبعد، إرفانا بالجميل لأهله وعملا بقوله تعالى: أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير، وانطلاقا من قوله عليه الصلاة والسلام: لا يشكر الله من لا يشكر الناس، فإني أقدم بمزيد من التقدير إلى مقام والدي العزيزين. فوالدي رحمه الله هو الذي دلني على تعلم اللغة العربية، ووالدة الغالية هي التي شجعتني على اقتناء الكتب النافعة المفيدة وعلى رحلتي في طلب العلم. كما أقدم بالشكر والتقدير إلى المملكة العربية السعودية، حرصها الله ووفق حكامها بما فيهم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بكل خير عاجل وآجل، وأعانهم على مواصلة السير في خدمة الإسلام والمسلمين. كما أوجه الشكر للجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، زاده الله شرفا ووفقهم لمزيد من خدمة العلم النافع وأهله وطلابه وجميع القائمين عليها.